التي تبعتم احنا مشكورين بالنسبه لهذا اليوم الذي حاولت فيه المديريه الاقليميه ان تحتفل بالتلميذات والتلاميذ المتفوقات والمتفوقين حفزا للاجتهاد والمبادره والمواظبه والابداع. كان ايضا فرصه لتقديم الحصيله السنويه. في هذا الاطار لابد ان نذكر بان هذا التقييم انطلق اولا من الاهداف التي رسمناها بشكل تعاقدي مع مختلف المتدخلين في منظومه التربيه والتكوين، خصوصا المؤسسات التعليميه وهيئه التفتيش بمختلف التخصصات وافراد توجيه الاعلام وشركاء المنظومه من جمعيات للاسر وجمعيات المجتمع المدني. اذا اشتغلت المديريه على مشروع تربوي اقليمي رام تحقيق هدفين اثنين. الهدف الاول هو الرفع من نسب النجاح ومعتبة النجاح والارتقاء في التعلمات، والهدف الثاني يمكن اعتباره هدفا قيميا كان يسعى بالاساس الى تخليق الحياه المدرسيه وتحسين المناخ التربوي. باعتباري هذين الهدفين هما دعامتان اساسيتان لكل نجاح. إذن وايضا كان اليوم بالنسبه لنا لقاء مع تتويج مختلف مجالات التفوق والتميز سواء على صعيد الحياه المدرسيه من العاب رياضيه من مسرح من مجموعات صوتيه، او بالنسبه ايضا للفريق الاقليمي للبحث التربوي التدخلي الذي انجز حوالي 12 بحثا تدخليا كلها ذات صله بالمنهاج الدراسي وقضاياه وابعاده ومنطقه من اشكالات سواء على مستوى الممارسه الصوتيه او على مستوى التدبير الاداري. ايضا حاولنا ان نقف عند الامتحانات الاشهاديه ونتائجها في علاقه دائما بالاهداف التي سطرناها بشكل جماعي ومشترك. وقد عرفت المديريه الاقليميه بفاس في هذا الاطار تقدما بالنسبه للاسلاك الثلاثه، فقد انتقلت نسبه النجاح على بالنسبة لشهادة البكالوريا من 71.30 في الموسم الدراسي إلى 74.90 حوالي 75% لهذا الموسم. وعدد الذين حصلوا على الميزة من الناجحين بلغت نسبة 40%. بالنسبة لأعلى معدل كان بالمديرية هو 19.13، وأعلى نسب نجاح بالمؤسسات العمومية بلغ 90.30%. بالنسبة لنيل شهادة السلك الإعدادي الامتحان الثالث الإعدادي، فقد حققت المديرية أيضا تقدما بلغت نسبة النجاح في 66.90% بنسبة تقدم 3% عن السنة الماضية. وبلغ عدد التلاميذ الذين حصلوا على الميزة 44%. وأعلى معدل كان هو بالنسبة للتعليم العمومي 19.33. أعلى نسبة نجاح كانت بمؤسسة محمد بن عبد الكريم الخطابي 85.54%. بالنسبة لنيل شهادة السلك الابتدائي بلغت نسبة النجاح 90.90% بعتبة 5% المعممة على الوسطين القروي والحضاري، وعدد الذين أو نسبة الذين حصلوا على الميزة هم 76% أي 6 فما فوق. وكان أعلى معدل في التعليم العمومي هو 9.59. إذن أيضا تصدر الإشارة إلى أن حاولنا أن نشير إلى ما تعرفه المدرسة المغربية من تميز. هنا فتحنا القوس بالنسبة للأقسام التحضيرية وأساس المبارة الفرنسية لكي نشير على أن تلاميذ الأقسام التحضيرية بفاس والذين شاركوا في المباراة الفرنسية قد بالنسبة مثلا لشعبة الرياضيات فيزياء أن نسبة النجاح بلغت 100% في المباراة الفرنسية. معنى أن 104 ديال التلاميذ نجحوا كاملين يعني في الأقسام أو المعاهد العليا بفرنسا. نفس الأمر بالنسبة لشعبة الاقتصاد والتدبير تخصص تكنولوجي 100%.
وهذا بالطبع لا يمكن أن نعده إلا في إطار أزرقة وتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والتي بدأنا في تفعيلها بعد مصادقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وفي إطار أيضا توجيهاته الرشيدة. إذن هذا يدل بالفعل على أن المدرسة المغربية وعلى أن المستقبل واعد بالنسبة للمدرسة المغربية، والأمر هو ثمرة جهود أولا الفاعلين الأساسيين الذين هم النساء ورجال التعليم والإدارة التربوية وباقي الشركاء وأساسا الأسر التي تواكب أبنائها وباقي شركاء المنظومة من جمعية الآباء والفعالية المجتمع المدني ورجال الإعلام والصحافة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، عز الدين الشيخ رئيس مقاطعة المدنيين جماعة فاس، كذلك نائب رئيس فيدرالية جمعية آباء وأمهات أولياء سبيل فاس. للشرف هذا النهار الفادي المبارك أن أحضر هذا الحفل البهيج، الحفل اللي قامته المدير الإقليمي لوزارة التربية والتعليم مدينة فاس، هذا الحفل الذي وقفنا فيه الإنجازات الضخمة اللي حققوها أبناء ديالنا. بطبيعة الحال عندما نقول أبناء ديالنا كنقولوا من وراءهم، الإدارات التربوية لهذه المؤسسة التعليمية كلها، كنعرض الإطارات الأطر التربوية اللي سهرات وعكفات على تكوين هذه النخبة من أبناء ديالنا. الفرح ديالنا كلي كذلك لأنني سابق كنت رئيس جمعية آباء وأولياء التعليم والتمويل إدريس اللي كتضم الأقسام التحضيرية، وهذه المؤسسة اللي اليوم تبين الحمد لله بأنها حققت أعلى النسب أو يعني النسبة يعني المثالية هي 100% النجاحات في المدارس ديال فرنسا، واللي هي تعتبر من المؤسسات يعني العليا. الحمد لله هنيئا لأبنائنا، هنيئا لكل من لكل الأبناء اللي بقوا الحال، هنيئا للآباء اللي في العالم اللي كانوا ساهرين على تكوين هذه النخبة من الجيل اللي الحمد لله اطمئنوا على هذا المسار، لأن هذا الجيل هذا هو اللي غادي يخلف ويخلف من يسير البلاد إن شاء الله بحول الله وقوته. هذا الجيل اللي احنا أبانا الحمد لله عن كفاءته، أبانا عن مقدورة المدرسة المغربية ككل للعمومي، للمدرسة العمومية والمدرسة الخصوصية، على أنها قادرة على المضي قدما إن شاء الله بحول الله بتكوين هذه الأطر العليا. فهنيئا الحمد لله للمدير الإقليمية، هنيئا لكل من ساهم في تكوين هذا الشباب هذا. فالحمد لله أن هذه النتائج لا يسعنا إلا أن نطعم. بالنسبة لنا كمنتخبين حنا ندعم العملية التربوية ككل. ملي كبطنا مقاليد تسير هذه الجماعة، أول كان عندنا الاهتمام ديالنا هو الاهتمام بالمؤسسة التعليمية، وهذا الشيء تسجل في أي طلب كيجينا من عند مؤسسة التعليم من أجل التنظيم من أجل الطب ننخرط إليه في جميع ما يكون. كذلك في الدعم البسيط أو ديك الالتفاتات البسيطة لحيال التلاميذ الفقراء اللي كنقوم بها كل سنة، الحمد لله وهذا جاي في الميزانية ديالنا ديال الجماعة اللي مخصصة واحد الجزء ديال واحد الالتفاتة بسيطة، ولكن كتبقى ديك الالتفاتة البسيطة كما قلنا لصالح التلاميذ المعوزين، لأن الحمد لله حنا بغينا كل شيء يمشي بموازات. كاين الحمد لله في هذا المنبر هذا كنتمي وكنشكر صاحب الجلالة على العملية السنوية اللي كدار مليون محفظة اللي في الحقيقة تصب في هذا المصب الدعم. فالحمد لله أن لا تستمر لنا في هذا المجال هذا، إن شاء الله مغربنا سيكونوا بخير إن شاء الله بحلم عقبتي من هذه الأطر الأبناء ديالنا، والمغرب والمغاربة إن شاء الله سوف يتألقوا إن شاء الله بحلم عقبتي. والشكر موصول لكل من ساهم أو يساهم في تأطير هذه البلاد هذه وفي هذا الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.